جئنا لنكتشف الكنوز ولدرها الغالي نفوز. جئنا لنكتشف الكنوز ولدرها الغالي نفوز. جئنا لسنة أحمد فالزهد فيها. الحمد لله القائل في كتابه العظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وصلى الله وسلم على من قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالأخلاق، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة. سئلت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم من حديث قتادة عن زرارة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. سؤال عظيم وجواب أعظم، جواب جامع مانع. خلق الرسول عليه الصلاة والسلام كان القرآن، فما كان فيه من أوامر ائتمر بها، وما كان فيه من نواهي انتهى عنها. وهكذا يكون الخلق العظيم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم، دعا إلى الأخلاق، وقال كما في حديث عند الحاكم وعند الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هي دعوة إلى الأخلاق الصالحة. وقد أكد عليه الصلاة والسلام في كذا مجلس، أكد على الأخلاق، أكد عليها على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، يعني على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي. وقد جاء في الأخلاق من الأخبار ما لم يأتي في غيرها، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أثقل شيء. ولذلك في حديث الآخر، وهو أيضا رواه أبو داود من طريق عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث جابر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني مقام معلوم. وقال كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو وعند أبي داود وعند أحمد من طريق عائشة: إن من أحاسنكم أو من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولفظ أحمد: إذا
فقهه، إذا فقهه وإسناده صحيح. فأصحاب الأخلاق هم أفاضل الأمة بالأمس واليوم وإلى أن تقوم الساعة. جاء النواس بن سمعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم فسأله عن البر، والبر له معنيان، معنى عام كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا البر بمعناه العام، لكن بمعناه الخاص هو الذي سأل عنه النواس بن سمعان. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم فقال البر حسن الخلق، فجماع البر بحسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حسن الخلق، من كان حسن الأخلاق فقد اجتمع فيه الخير كله، فقد اجتمع فيه البر كله. وقد جاء عند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عمر قال عليه السلام أربع من كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. حسن الخلق، والذي كان عليه أفاضل الناس وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام التقوى وحسن الخلق، وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. وعند البزار من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فالناس ليست بحاجة إلى الأموال بقدر ما هي بحاجة إلى حسن الخلق، إلى التعامل الطيب والحكمة والموعظة الحسنة. مهما أغدق عليهم من أموال مع سوء الخلق لن يسعه ولن يقبل الحياة في هذا الجو الذي فيه سوء أخلاق. الأخلاق توجد المجتمع الصالح، المجتمع المتحاب، المجتمع المتعاون. الأخلاق أيها الإخوة المؤمنون بمعناه الخاص وبمعناه العام، به تحصل السلامة وتحصل الطمأنينة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الخلق الفاضل، فقد قال كما جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت، قال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها
خالق الناس بخلق حسن. وقال مثل هذا أيضا كما عند الإمام أحمد: يا معاذ خالق الناس بخلق حسن. فهي دعوة نبوية إلى هذه الأمة المحمدية. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الإمام أحمد: إن صلة الرحم، قال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كل واحد يريد أن يكون عمره طويلا في طاعة الله، وأن تعمر داره بخير، ما عليه إلا أن يحسن إلى جاره، إلى أن يحسن إلى أخيه، إلى أن يحسن في أخلاقه. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، فأعاد: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، ثم عاد: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا هو خلق المؤمن، ما ترى إلا متخلقا بأخلاق الإسلام والإيمان والإحسان والسنة أو القرآن والسنة، صاحب سماحة وصاحب كلمة طيبة. قد جاء عند مسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخلاق عظيمة. وفي حديث رجل كما جاء عند الإمام أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقي إلى أخيك السلام وتؤنس الوحشان في الأرض. وختاما، هذا خبر يبشر كل صاحب خلق عظيم، كما أنه ينذر كل صاحب خلق ذميم. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة كانت كثيرة الصيام والصدقة والصيام، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، يعني أن خلقها ذميم. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وذكر له عليه الصلاة والسلام امرأة ليست بكثيرة صيام ولا صدقة ولا صيام، فصيامها وصدقتها وصلاتها قليلة، إلا أنها لم تكن تؤذي جيرانها بلسانها، بل كانت تهدي لهم أثوار الأقط. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. هكذا يأخذ حسن الخلق صاحبه إلى رضوان الله والجنة، ويأخذ سوء الخلق صاحبه إلى سخط الله وإلى النار. وفقنا الله عز وجل لكل خلق حميد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. ولدري الغالي نحوس، جئنا لنكتشف الكنوس. ولدري الغالي نحوس، جئنا لسنة أحمد. فالزهد فيها لا يجوز، ما أطيب الدنيا بها، وبجنة المولى نفوس، وبجنة المولى نفوس. جئنا لنكتشف الكنوز، ولدري الغالي نحوس. جئنا لنكتشف الكنوز، ولدري الغالي نحوس.